السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. يا أيها الناس يا أيها الإنسان يا أيها الجن، لا نجاح إلا بعقيدة التوحيد وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعمال لله فقط عن لما يتابق بسنة نبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة أولى إذا واحد ما عنده عقيدة توحيد لا نجاح لها يوم القيامة. فلهذا يا أيها الناس يا أيها الجن والإنس، ارجعوا إلى كتاب الله والسنة، ستوجد فيها عقيدة التوحيد وأعمال بسنة وأعمال لله واحد القهار. يا أيها الناس يا أيها الجن والإنس، ولا تشركوا بالله شيئا سبحانه وتعالى يقول لكم في سورة فاتحة: كلوا إياك نعبد وإياك نستعين. بدون هذا في سورة فاتحة لا يكمل. ويقول لكم كلوا في كل ركعتين وكل أربع ركعات التحيات لله والصلوات والطيبات. هذا أعمال لساني وأعمال بدني وأعمال مالي لله واحد القهار. ولا تشرك بلا ولا تعبد غير الله ولا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تمسكتم بكتاب الله والسنة وتمسكتم بتوحيدانية الله وأديتم فرائض والواجبات حسب السنة محمد صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله ستنجى يوم القيامة عند سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يظلم، الله تعالى لا يظلم جن والإنس، ولكن إذا جن والإنس لا يظلم أنفسهم. ولهذا وقت صلاة الفجر يكفينا إن شاء الله هذا البيان لأن وقت الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.